اتفضل. يعني التفرق الجماعات وكذا مش بيفرق المسلمين ويكون في ضعف وكذا؟ نعم. وإنه الناس لو يكونوا مجتمعين يعني على كلمة واحدة وعلى التوحيد بيبنوا البلد وكذا. نعم. التفرق اتحادنا يا جماعة هيكون على التوحيد والمنهج الجبه والنبي عليه الصلاة والسلام. إذا توحدنا على الكلام ده بنكون قوة تاني لا بيقدروا على اليهود ولا النصارى. لكن اليهود فرقوكم الطرق دي كلها ما جابوها اليهود جابوها من انت قاعد يدعموا الشيخ ده يقول له عمل لك قبة يدو كم مليار يدو مليون دولار ويشتري له عربيتين ويشتري له 16 نوبة شفت كيف ويملى له دراويش ويعمل له فتة يومي الناس بتتلمى خلاص كده جماعة الطريقة الفلانية ويدو ده برضو انت برضو امشي بجاي يقول له ده ماشي بيناك انت امشي بجاي ده امشي بجاي وداك امشي بجاي فرقوا المسلمين يا اخوان هم اللي فرقوكم بالطرق دي والاحزاب دي الزول الذكي يرجع يمسك القران والسنه ما يتابع اي راجل الا الرسول صلى الله عليه وسلم كده بتمشوا لقدام لكن الهوس اللي عاملينه نازل والله ده ضيعنا يا اخوانا ده ضيعنا